تعتبر الانتخابات نقاب صحفيين سواء على منصب النقيب أو على مقاعد الأعضاء فرصة لتجديد الدماء وتجديد النخبة داخل النقابة بما يسمح بإحداث تطور وتغيير إلى الأفضل بالنسبة للمستقبل. رشحت نفسي بناء على ما وجدته من تدهور في أحوال النقابة من ناحية الخدمة ومن ناحية الكرامة والهيبة التي تدهورت وأصبح الصحفيون في حال يرسى لها، وأيضا بوازع من خبرتي العملية والأكاديمية التي تجعلني أستطيع أن أحدث نقلة وتغيير في النقابة في الفترة القادمة. برنامجي يقوم على محوري الحريات والكرامة والهيبة، وفي الجانب الآخر الجانب الخدمي، وأؤكد لكم أن هذا الجانب لا يتعارض مع هذا الجانب الآخر، وأن موضوع الحريات وهيبة وكرامة الصحفي أمر أساسي ولا بد منه، والحفاظ على حرية إبداء الرأي من خلال القوانين أو تعديلها أو تحسين أوضاع الصحفيين في هذا المجال أمر حتمي وضروري. أيضا بالنسبة للخدمات، يمكن من خلال الخدمات تعويض الصحفي عن كثير من المشاكل والمصاعب التي يعانيها بسبب ضعف الأجور وضعف الدخل، وأهدف من خلال تعظيم الخدمات ومجال الخدمات إلى تحسين حال الصحفي معيشيا وتحسينه مهنيا ووضعه في حال أمان على المهنة وعلى الحرية وعلى الدخل. وأيضا يجب أن تكون الخدمات، وهذا ما سأفعله، متسعة لدرجة أن تشمل العديد من المجالات بحيث يكون للصحفي تعويض عن الدخل، ومنها العلاج، ومنها زيادة البدل الصحفي، ومنها توفير مزايا عديدة في مجالات النقل والمواصلات، وفي مجالات السفر والسياحة والمصايف، وفي مجالات التعليم لأبناء الزملاء الصحفيين. وهذا كله سيشمله برنامجي بالتفصيل إن شاء الله.